اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا، والبدايه مع الدوري الممتاز. والنهارده في 3 ماتشات من الجوله 29. البدايه مع اسوان والبنك الاهلي اللي انتهى بفوز البنك الاهلي بنتيجه 2-1. اسوان افتتح التسجيل عن طريق محمد حمدي في الدقيقه 51 قبل ما يعادل كريم بامبو النتيجه عند الدقيقه 66 لصالح البنك الاهلي، وسجل محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقه 77 من ضربه جزاء. وفوز النهارده بيواصل البنك الاهلي للنقطه 31 في المركز ال 13، وتجمد رصيد اسوان عند نفس النقطه 31 في المركز ال 14. ودلوقتي شغال ماتشين، الاهلي بيواجه امبي على استاد القاهره الدولي بعد غيابه لفتره عن مشاركه الدوري بسبب ارتباطه بالمشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكان اخر ماتش خاضه هو ماتش سموحه واللي كسب فيه بنتيجه 2-0. الاهلي بيدخل الماتش بتشكيل مكون من في حراسه المرمى علي لطفي، وفي خط الدفاع محمود متولي وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد هاني، وفي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطيه وإليو ديانج واحمد عبد القادر وبيرسي تاو، وفي خط الهجوم محمد شريف، وعلى دكه البدلاء في خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه وبرونو سافيو وعمر السليه ومحمد مجدي قفشه وشادي حسين واحمد كندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير. اما امبي بيدخل ماتش النهارده بتشكيل مكون من في حراسه المرمى رضا السيد، وفي خط الدفاع محمد حامد واحمد كالوشه وعلي فوزي مروان داود، وفي خط الوسط احمد صبيحه واحمد العجوز واحمد ومحمد حمدي ومودي ناصر، وفي خط الهجوم رفيق كابو واحمد اوفا. اما على دكه البدلاء في البلعوتي وخالد رضا وابراهيم جلال ومصطفى شكشك وعبد الرحمن عماد وسيف الخشاب ومحمد عبد العاطي واحمد عيد واحمد نادر. والماتش الثاني اللي شغال دلوقتي بيجمع فاركو بسموحه على استاد برج العرب، واللي هيسعى فيه الفريقين انهم يعوضوا تعثرهم في الجوله اللي فاتت بعد ما تعادل فاركو مع طلوع الجيش بنتيجه 2-2 وسموحه مع فيوتشر بنتيجه 1-1. بكره هيكون في ماتشين في الدوري الممتاز، الاول بين بيراميدز وحرس الحدود المؤجل من الجوله ال 22 على استاد الدفاع الجوي الساعه 9:30، ويغيب عن بيراميدز بكره رمضان صبحي ومحمود عبد العاطي بسبب الاصابه، بالاضافه لعلي جبر بسبب الايقاف لتراكم الانذارات. والماتش الثاني هيكون بين فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الاسبوع 29 على استاد السلام في نفس توقيت الماتش الاول الساعه 9:30. لسه مع الدوري، ورابطة الأندية بتقرر تعديل موعد ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع 27 عن عمر بطولة الدوري. الأهلي هيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين اللي جاي في ماتش مؤجل من الجولة 27، وقررت رابطة الأندية تعديل ميعاده عشان يبقى الساعة 9:30 بدل الساعة 8 على استاد القاهرة الدولي. بمناسبة كلامنا عن الأهلي، فظهرت أخبار خلال الساعات الأخيرة عن احتمالية رحيل حمدي فتحي لاعب الفريق لأحد الدوريات العربية خلال فترة الانتقالات اللي جاية. مفيش شك إن حمدي من اللعيبة اللي بيعتمد عليها السويسري مارسيل كولر بشكل كبير من وقت توليه تدريب الأهلي. تعالوا نشوف آراء جماهير الريمونتادا في مين ممكن يكون بديل حمدي فتحي في حالة رحيله عن الأهلي، ونرجع مرة ثانية. رايك شايف مين اللاعب اللي عوض رحيل حمدي فتحي ده في حال رحيله عن النادي الاهلي ان شاء الله؟ هو للاسف هتبقى مشكله اصلا للنادي الاهلي، لان هو من نجوم الفرقه الفتره دي، وتعويضه هيبقى صعب جدا. بس انا شايف انه اكرم توفيق هيبقى انسب حد، بس لما يرجع من الاصابه، لان هو المشكله ان هو بيتصاب كتير. ولو حد بقى من بره الاهلي انا شايف ممكن مهند لاشين او حاجه، لانه لاعب دولي ولعب مع المنتخب كتير، فتبقى فرصه كويسه كمان ليه. يعني انا شايفه حمدي فتحي اداؤه كويس قوي مع الاهلي يعني، بس ممكن لو مشي بوبو بتاع فيوتشر يجي او امام عاشور. انا شايف ان حمدي فتحي لعيب مميز جدا، ولاعب نص وعنصر اساسي ولاعب نص كويس جدا، بس لو العرض مغري انه يمشي انا شايف ان مهند لاشين ممكن يجي مكانه. وفي حال رحيله عن النادي الاهلي هو الحل الوحيد ليه تقريبا هيبقى اكرم توفيق لما يرجع من الاصابه ان شاء الله. كده كده احنا عندنا محمد هاني ومستوى عالي جدا الفتره دي بسم الله ما شاء الله، وخالد عبد الفتاح مستواه برده كويس قوي، فهو اكرم توفيق لو رجع من الاصابه ان شاء الله هو هيبقى حل كويس جدا مكان حمدي فتحي لو مشي. اكرم اكيد لو رجع هيغطي مكانه، هو لعيب كويس طبعا، ممكن يكون احسن في المكان ده.
ومن حد تاني لو ممكن امام عاشور في فرصه ان هو يجي الاهلي يعني. اتمنى ان حمدي فتحي ما يمشيش من الاهلي لانه لاعب اساسي ولاعب محوري وبيتبين عليه طريقه لعب ولاعب مجتهد في الملعب وبعدين هداف يعني بيعرف يجيب جون. اتمنى يكون امام عاشور. ومن الاهلي للزمالك، امبارح الجماهير المتواجده في استاد السويس الجديد خلال ماتش الداخليه هجمت محمد اشرف روقه لاعب وسط الفريق في نهايه الشوط الاول. الجماهير طالبت الرعيب بالرحيل وهتف ضده. تعال نشوف اراء الجماهير الريمونتادا في امكانيه رحيل روقه عن الزمالك في الموسم الجديد ونرجع نكمل مره تانية. هتاخد رايك، هل تؤيد رحيل محمد اشرف روقه عن نادي الزمالك؟ أنا أيد رحيل محمد أشرف روقة عن الزمالك لأن الزمالك في الوقت ده مستواه ضعيف جدا، فالعيب مش في روقة بس، لا هي العيب في الفريق كله، لأن لو العيب في روقة ممكن الكابتن أو المدير الفني شايف إن هو غلط أو في حاجة وحشة ما ينزلوش. أكيد طبعا لازم يرحل، أولا هو مكانه مش رقم 6، هو بيلعب رقم 6، هو مكانه مش 6 هو مكانه 8. ثانيا هو بصير تمريراته كلها قصيره مش طويله، يعني مش زي ما كان عندنا طارق حامد او فرجاني ساسي. هو انا شايفه ان اداؤه مش كويس قوي بالنسبه للفريق، يعني بالنسبه للزمالك يعني ممكن هتلاقي في حد بيلعب 6 احسن منه يعني في الدوري المصري. بيعمل غلطات كتير في الزمالك وما ينفعش ان هو اصلا يلعب في الزمالك تيشيرت الزمالك. في الفتره دي وايد جدا ان هو يرحل، لان هو كان كويس قبل ما يجي الزمالك، لان يعني في لعيبه بتبقى كويسه بس ما بتستحملش فانيلا زي فانيلا الاهلي او الزمالك. طبعا هو لازم يرحل عشان الفتره ديت، هو مش احسن حاجه، كمان الجماهير مش عاجبها اللي بيحصل، وكمان هو في الزمالك هو بيلعب عشان فيش بديل لمركزه دلوقتي كل اللي في مركزه مستواه اقل منه، فهو لازم يرحل والزمالك يحاول يعوض مكان اللي هو فيه دوت دلوقتي، ويبقى افضل لو خرج بره مصر يعني بره مصر مبقاش عليه ضغط والكلام ده كله، وهو ما استحملش ضغط الجماهير بتاع الزمالك، فما اظنش ان هو يستحمل ضغط اي جماهير تاني، فيبقى احسن لو طلع بره يعني. هي المجموعه ككل كويسه بس النادي يعني شويه واقع اليومين دول او كده، بس ان شاء الله يبقى احسن يعني.